خميس خوش حوش. حوش خميس خوش حوش. حوش خميس خوش حوش. حوش خميس خوش حوش. حوش خميس خوش حوش. ما شاء الله عليكي، والله هي صعبة، ما شاء الله عليكي، تحية تحية لها. طيب وفا، حوش خميس خوش حوش. حوش خميس خوش خوش. حوش. حوش خميس خوش حوش. حوش خميس خوش حوش. خوش خميس خوش خوش. صح صح صح، تحية 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 لها. تستاهلين الصحة والعافية، كلكم ربحانات معنا. أكيد طبعاً سلمي على أهلك. سلم على أهلي بالعراق وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، وسلم على الوالدة العزيزة وعلى أهلي وخواني، وإن شاء الله كل سنة ويعود على شعب الإمارات كل خير وكل سلام إن شاء الله. كل عام وأنت بخير. تحبي تسلمي أو تهدي سلام؟ أسلم على العائلة بالمغرب وعلى كل الشعب الإماراتي وعيد عليهم، قول مسلم طيبين. وأنت طيبة. إذا مشاهدينا الكرام، الثنتين ربحانات، تفضلوا خذوا جوائزكم. مشاهدينا الكرام تفضلوا. مثل ما نلاحظ فعلا من خلال تلفزيوننا الشارقة اللي يجمع كل الجاليات العربية على أرض إمارة واحدة فيها الأمن والأمان والسلام، هذا طبعا أكيد بفضل من الله عز وجل. خلينا الآن نروح لفاصل يصير ونرجع ونتواصل بإذن الله مع برنامج الصاغة. برنامج المسابقات التراثي اليومي الصاغة. جوائزنا كثيرة، أسئلتنا سهلة. الجود من الموجود. المنحاز هو الفنجان اللي بدقوا فيه القهوة أو الحبوب. أمشي شهر ولا تعبر نهر. برنامج الصاغة ما في أحد خسران. فقرة المراكير. الحين البداية للعنود، العنود بتقدمه. صفقوا لهم. حياكم الله مشاهدينا الكرام وجمهورنا الكريم. ويا ابو محمد، الحين ابو محمد مبارك نعيدك. انت طيبين، وش حالك؟ بخير الله يسلمكم. حياك إن شاء الله. الله يحييك. شو عندك اليوم في العيد؟ اليوم عندي والله هذا اللي هو القطين، اصلحه اليل، حد يسميه يل حد يسميه قطين. نعم. خربان وبخيطه. خربان، ما اكل انه الفقل اللي هو الفقل ياثر عليه هذا. نعم زين. الحين هذا لونه ابيض والخيط لونه اسود. ما تعرف اسمه؟ لا لا لا. هذا خلاص، هذا يجمع اسمك، تجمعها القبلان. هي الجهتين. نعم. وهذا بس اي شيء جاهز. ايوه خلاص، ماشي مفر. لا ماشي مفر، لازم يدش داخل هذا. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. مشكور يا ابو محمد. طيب ننتقل ايضا معنا حرفي اخر، وهذا ما ادري عنده مدار. مساك الله بالخير. كيف حالك؟ الحمد لله، حياك الله. الله يحييك. شو هذا، مدر ولا شو هذا؟ هذا مدر، طبعا مدر هذا. هي ايش حقه هذا؟ هذا حقه الاول سو مشان البيوت، مال الطين، تبع الطين. نعم، البيوت يعني. البيوت هي. أيوة. المخازن. مشان الطين. نعم. سووا هذا الطينه وخلطوا فيها التبن، الحين التبن ماشي. ايه. التبن ماشي الحين. نعم. الماي والحشيش خوص يعني يسووا فيه. انزين، هذا حق الإدار ولا حق السقف؟ لحق الإيجار يكون مشان يعني حق الإيجار هذا يقول. حق السقف من فوق. حق السقف من فوق يسوي صبيه. هو بقى. لا قبل هي يسوي أول حط الدعون. نعم. فوق الدعون فرش الصبيه هذا الطينة. أيوة. هاي اختراعات الأوليين. نعم نعم. الحين ما يستعملون خلاص الحين. الحين يعني ذكاء مال التراث. إلا ما التراث. مال التراث. الله يوالي لك الصحة والعافية. وياك وياك. مشكور، بارك الله فيك. ونروح لفقرة جديدة أيضا، تفضلي زميلة شيرين. شكرا شكرا علي. انا عارفه ان كنت اليوم بعد مجهز بفقره اللي هي لف الحبل وصعبه، بس خليني قبل لا تروح للفقره هذه بسير ايضا للجمهور اللي موجود معانا في مركز سحارة مول، وبعض الاسئله من التراث الاماراتي هي كلمات اماراتيه ولازم انكم تعرفون ايش معناها. شو معنى الوضيحي؟ الوضيحي لا الوضيحي الوضيحي تعرف شو معنى الوضيحي؟ يا حبيبة قلبي تفضلي تفضلي تفضلي، يا لبى قلبك تفضلي. واسعوا لها واسعوا لها واسعوا لها، هي وبنيتها. نوع من الغزال اللي يطلق عليه هو غزال المها الشهير بجمال عيونه. صح؟ تحية لها تحية لها، جت من بعيد هي والبنية. من وين انت يا اختي؟
فيه؟ ها؟ من وين؟ من راس الخيمة. من راس الخيمة، دايماً تشوفين برنامج الصاغة؟ طيب تحية لك وتحية للقمر اللي حاملتيها. طيب هذه عبارة عن ظروف فيها فلوس، اختاري لك ظرف. طيب يلا شكرا لك. طيب نروح ايضا لسؤال ثاني، شو معنى في اللهجة الإماراتية كلمة راكد؟ نايم. لا لا لا، ما هو نايم، ما هو نايم. قاعد. لا لا، راكد. ما يتحرك. لا ما يتحرك. ساكن. ساكن. لا ما يتحرك. ما يتحرك. لا لا ما يجري. لا لا هادي. برافو عليكي، برافو عليكي. كلمة راكد يعني هادي، وأكيد تستاهل تحية، تستاهل تحية، تستاهل تحية. وين التحية؟ الحين بسألك، أبشر من عيوني، أبشر أبشر من عيوني. سمي تفضلي. طيب أنا عارفة أكيد اللي ورا يمكن ما كثير يوصلهم صوتي، وأنا بعد ما أقدر كثير أوصل لهم. طيب يا أبويا هناك السؤال لك، الأكمل المثل الشعبية التالي، بزيدك من الشعر. يا سلام عليك، وسعولة وسعولة وسعولة. خلي يتفضل، خلي يتفضل. تحية تحية تحية. تفضل يا أبويا، تفضل، عرفنا باسمك. دروي جمعة، دروي جمعة سالم البجيرة. حياك اخويا، حياك اخويا، واكيد بعد وانت بخير، وانت بخير. تحب تهدي اهداء ولا ترسل اهداء لحد؟ اهني جميع دولة الامارات العربية المتحدة والى المقيمين على الارض الطيبة. صحيح صحيح، اهداء لهم. فعلا الامارات العربية المتحدة تجمع مقيمين من الدول العربية ومن كل انحاء العالم، وجميعهم اكيد ينعمون بالامن وبالامان وبالسلام. تستاهل كل خير. طيب كمان خلينا من الناس اللي ورا، من الناس اللي ورا، شو معنى الودام؟ طيب خلونا بنرجع لكم مرة ثانية وبنسأل ايش يعني الودام، بس في فاصل ضروري، خلينا نسير الفاصل ونفاصل معاكم في برنامج الصاغة. حياكم الله من جديد مشاهدينا وجمهورنا. الآن اللحظة الحاسمة، الحين بنسحب إن شاء الله من ضمن الأسماء هاي الثمانية اللي ترشحوا في الأسابيع الأربعة في شهر رمضان المبارك على سيارة وعلى قسيمة المشتريات اللي هي من مفروشات مارينا، ثمانية من الثمانية. ونحن دائما نقول إن واحد يفوز بسيارة وواحد يفوز بقسيمة المشتريات. نبدا صحيح. السحب الان، بسم الله الرحمن الرحيم، تفضلي. صحيح فعلا زميل علي، على مدى اربع اسابيع كنا معكم في برنامج الصاغه وذكرناكم دائما بسؤال كل اسبوع. طبعا هالحين معنا احنا ثمان اسماء، الاسماء الثمانيه هذه احنا بنختار منها اسمين، اسم بيفوز بسياره واسم بيفوز ايضا بقسيمه مشتريات بقيمه 25,000 درهم. طبعا الاسماء مغلفه مثل ما انتم شايفين، خلي الكاميرا تكون واضحه عليها على اساس طبعا الشفافيه. طبعا نعم. احنا بنحط الاسماء هنا. طيب هذا معنا الان ضيف نتعرف عليه، حياك الله استاذ بيير سمعان، مدير التسويق في مركز صحارى. اهلا وسهلا، حياك الله. وهذا مفتاح السياره. يا سلام يا سلام، هذا مفتاح السياره. مين اللي بيشيل السياره؟ لكن عندي سؤال، كيف جبتوا السياره هنا فوق؟ من في منطقة تحميل خصوصية، هي اللي نطلع كل الأغراض الكبيرة والسيارات وكذا موجودة من المداخل الخلفية للمركز. نعم. هذا السؤال دائما بيسألونا يا العالم. طيب الآن يلا بنسحب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا برفعه علشان يكون واضح للكاميرا. تفضل ضيفنا. تفضل أنت اسحب. أنت اسحب، أنت الضيف. وينك يا صاحب السيارة؟ مين بيكون صاحب السيارة يا ترى؟ يلا عساها يا رب وش خير للجميع يا رب. مين بيكون صاحب السيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السيارة أو الفائز بسيارة شفرلو ماليبو، شفرلو ماليبو، هو معاذ مازن زيدان من دولة الإمارات.
مازن زيدان. مبروك مبروك تفضل معك. مازن زيدان موجود؟ ألف 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 مبروك. حياك الله يا معاذ، مبروك 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 مبروك. تفضل 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 تفضل. حياك ألف مبروك ألف مبروك. بداية أنا هالحين بسألك أول شيء، تدري المفارقة، المفارقة العجيبة. شعورك حس قلبه يدك. هلا قل لنا عن شعورك الحين. والله شعور تام، وبارك الله في حكومة الإمارات، شعب الإمارات، وهنيهم بالعيد، بقولهم كل عام وانتم بخير. وانت بخير وانت بخير. أكيد الوالدة دعت لك. إيه أكيد والله، أكيد أكيد. كلنا ما نمشي غير بدعوات أمهاتنا. إيه أكيد والله. ألف مبروك. على فكرة كنت متوقع والله، يعني من أول لما شفت الاسم قلت هذا احتمال يفوز، توقع. لكن المفارقة العجيبة أن من ضمن الثمانية اللي كانت أساميهم موجود، هو الوحيد اللي موجود في مركز صحارى اليوم. سبحان الله. وعلى نياتكم ترزقون. جاء قال احتمال أفوز وفزت اليوم. مبروك مبروك. هذا مفتاح السيارة. تحية 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 كبيرة. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. وهذه بنتك ما شاء الله، الله يخليها إن شاء الله، الله يخليها لك. ألف مبروك. طيب بنسير الآن أيضا للمتسابقة الثانية أيضا علشان الشفافية. الأسماء مغلفة مثل ما أنتم شايفين مشاهدينا الكرام، وأكيد طبعا بيتم الآن اختيار واحد من الأسماء، وضيفنا أكيد هو اللي بيختار. تفضل الحين الفوز السحب على إيش زميل علي؟ المطرشات. أيوة مضبوط. مين؟ مين اللي بيت يديد؟ يلا يلا ودور بسم أساس. الله بسم الله. إسراء أحمد رسلان. فائز إسراء أحمد رسلان، قسيمة تسوق من مارينا للمفروشات بقيمة 25000 درهم. مبروك 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 لإسراء أحمد رسلان، أيضا فازت بقسيمة مشترات قيمة 25000 درهم. وإسراء موجودة؟ موجودة موجودة موجودة. حياكي ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. تفضلي يا هلا ومرحبا. أهلين وسهلين. كل عام وأنت بخير. أنت بخير يا رب. عساكي من عوادة. أنت بخير يا رب. طيب بقولي لنا إيش شعورك بعد ما فزتي بمبلغ 25000 درهم؟ والله مبسوطة كثير، كنت متوقع أفوز بالسيارة، بس الحمد لله يعني كل الحمد لله على كل رب العالمين. كله خير كله خير من رب العالمين. الحمد لله، ألف حمد وشكر لرب العالمين. الحمد لله. وللشارقة ولبرنامج الصوغة اللي أتاح لنا الفرصة أن نفوز بهالجائزة الحلوة. أكيد حبيبة قلبي تستاهلين كل خير. تفضلي، هذه عبارة عن قسيمة مشتريات بمبلغ 25000 درهم. إذا شكرا لك، تفضلي. ألف مبروك. حيوها يا جمهور، حيوها. لفت إسراء فازت بقسيمة مشتريات 25000 درهم من مارينا للمفروشات. مبروك، ألف ألف مبروك. شكرا أستاذ، الله يعطيك الصحة والعافية، بارك الله فيك. الأسماء طبعا عند الإخوة في الإنتاج، مشكور وما قصرت، والله يعطيك الصحة والعافية. الآن الآن لا الآن ما بنزعل جمهورنا، عدد الجمهور كبير. اللي فازوا اثنين، واحد بسيارة وواحد بقسيمة مشتريات، والباقيين الباقيين هذين اللي صارنا قبل برنامج ساعة واقفين، شو نعطيهم؟ لازم نعطيهم جوائز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يا جمهور يقول ايش؟ خلنا نروح الناحية هذه عشان ما نزعل حد، بس عشان ما نزعل حد. طيب السؤال يا جمهور يقول ايش هو الغند؟ غند الغند الغند لا غند غند بلهجتنا المحلية يقول غند، يوصفون شيء يقولوا عنه غند. الغند شو؟ لا لا غند ايش؟ لا هو الماي، ما عليش بس انت جاوب. الماي الحلو يقولوا عنه غند. يا تتقدم يا فرحان عليك، خذ لك ظرف من هنا. تستاهل تستاهل، ألف مبروك. وفقرة جديدة، تفضلي زميلة شيرين. شكرا شكرا زميل علي. أيضا الفقرة هذه بنتوجه فيها للجمهور اللي موجود معنا في مركز صحارى مول. طبعا هو مثل شعبي
المثل يقول لا في العير، لا في العير، لا في العير، لا في العير ولا. طيب صح صح، وحيوها حيوها، اكيد تستاهلين جائزه. وين جائزتها ايضا؟ هذه فلوس، اختاري لك ظرف منها. طيب الله يحييكي. طيب قبل شوي سالنا شو معنى الودام باللهجه الاماراتيه؟ هي المشله او حاجه من طعام الاسماك. لا لا، او حاجه من طعام الاسماك. لا لا لا، الودام شو يعني؟ الودام المرقة أو الصالون. صحيح صحيح، هو يعني زي الإدام يعني باللهجة المحلية، اللي هو الطعام. أكيد تستاهلين هدية. طيب سؤال ثاني، سؤال ثاني. كل يبكي على ليلى، كل يبكي، ما في سحب مايك، ما في سحب مايك، كل يبكي على ليلى. واكيد ايضا تستاهلين جائزه، وهذه جائزتك، وهذه جائزتك. زينه زينه. طيب خلينا نسير الان لزميلي علي. تفضل زميل علي. شكرا جزيلا. الان مسابقه لي الحبل على المعصم، وبنختار اسمين. خالد احمد من المغرب، 5554. خالد أحمد من المغرب، 5554. وراشد سعيد من الإمارات، 5521. راشد سعيد من الإمارات، 5521. وينك يا راشد؟ موجود راشد؟ مش موجود؟ موجود راشد ولا لا؟ طيب نسحب اسم ثاني. غزوان إبراهيم عثمان من العراق، 5488. غزوان إبراهيم عثمان من العراق، 5488. وينك يا غزوان؟ مش موجود؟ سمير نجم عبد الله من العراق أيضا، 5645. سمير إذا شاركت، لا إذا شاركت افتح المجال، إذا شاركت ما عليه، احنا آسفين، نفتح المجال للي ما شارك. جبار نوفي من العراق أيضا، 5427. وينك يا ابن الرافدين؟ تفضل تفضل، حياك الله يا جبار، يا أهلا وسهلا، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية، كل عام وأنت بخير. عيد مبارك على جلسة دولة الإمارات، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير، حياك الله، يا هلا يا جبار، كيف حالك؟ تعال خلي يشوفونك الجمهور والمشاهدين، كيف حالك؟ الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية. هذه الحبلين، نلف الحبل على المعصم، اللي بيخلص أول هو الفايز. حط هذه بجيبك، تفضلوا، يلا، 1 2 3، بسرعة. بسرعة. بسرعة يا ابن المغرب. خلص العراقي قبلك، خلص العراقي، خلص جبار، حيو جبار، حيو جبار. بارك الله فيك، شكرا جزيلا، شكرا على المشاركة. وما في خسران معانا، هي مسابقات بس ترفيهية، لكن الكل أكيد فايز وللكل جائزة. تفضلوا استلموا جوائزكم، حياك الله، أهلا وسهلا، يا مرحبا. اليوم يا جمهورنا إن شاء الله وكعادتنا بنكون كريمين معاكم. اليوم بنختار 2 من الأخوة الموجودين معنا كالعادة، جوائز تقريبا 5000 درهم، و2 من الأخوات، يعني 4 اللي بيفوزون معنا اليوم. طبعا في نهاية الحلقة هذه نروح الآن لفاصل سريع بإذن الله تعالى، ونرجع نواصل فقراتنا.
عليكم مشاهدين الكرام والجمهور الرائع اللي موجود معنا في مركز صحارى مول. الآن أيضا بنروح لمسابقة جديدة، هي قديمة بس مثل جديد. طبعا المسابقة هي على السبورة وترتيب الأمثال الشعبية على السبورة، والآن أيضا بختار أسماء من اللي موجودات معنا في مركز صحارى مول. علا محمد عطياني من الأردن، كوبون رقم 5544. أيضا فاطمة من الإمارات، كوبون رقم 5545. موجودات؟ نستمر. طيب نشوف أسماء ثانية. شهد فالح من الأردن، شهد فالح من الأردن، كوبون رقم 5416. أيضا عهود يوسف من الإمارات، كوبون رقم 5546. ما في؟ طيب إسراء رشوان من مصر، كوبون رقم 5522. ما في؟ طيب الثنتين موجودات؟ الثنتين؟ والظاهر ان المكان زحمة، علشان السبب هذا صعب حتى وصول المتسابقات الى وسط المكان. طيب والله عرقانين وتعبانين، يا سلام يا سلام. شوفكم تعبانات، عارفينها باسمك اسراء. حياكي اسراء اختي. ولا طيب انتبهي للطيحي يا اسراء، ترى هذا خطر. وش اسمك عارفينها؟ ولا محمد. طيب وش فيكي اسراء؟ وش فيكي؟ طيب خليني بوقف بالنص، انا شكلكم متهاوشات وانتم جايين ولا ايش؟ من بعيد جايين صح؟ طيب وش فيكي؟ ليه زعلانه؟ زعلانه؟ لا. طيب فرحانه؟ طيب زعلانه ولا فرحانه؟ لا فرحانه. طيب الحمد لله، الله يا رب يديم ايام الفرح. طيب عزيزاتي، هذه السبوره في عليها مثلين، مفروض انكم ترتبونهم زين؟ تمام؟ موافقين؟ طيب تفضلوا، واحده يمين واحده يسار، ما تبدأون غير لما أعد ثلاثة. يلا بسرعة، يلا شوفي السبورة، واحد اثنين ثلاثة. يلا أول كلمة عليك، عليك. يا سلام إسراء، والله شادة حيلها. عليك عليك بالصديق بالصديق ولو. أيوة يا سلام إسراء. لا لا لا، بدليهم بدليهم. صح 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 صح. والطريق؟ طيب احسنتي، تفضلي تفضلي. كلكم كسبانات صح؟ كلكم بنفس الوقت خلصتوا. طبعا انت الاولى، لا صح انت الاولى وهي ثانيه، بس ثنتينكم تستحقوا جوائز اكيد زين. طيب شكرا على وجودكم معنا، ونبغى لهم تحيه، نبغى لهم تحيه. طيب مشاهدينا خلنا نسير لزميلي علي، تفضل زميل علي. الفقرة الأخيرة الآن زميلة شيرين، بنسحب اثنين من الأخوة الموجودين معنا وثنتين الأخوات عشان يستلمون جوائز تقدر تقريبا من بين الأربعة إلى الخمسة آلاف درهم. اللي يسمع اسمه لو سمحتوا سريعا عشان وقت البرنامج يتفضل يدخل. فارس محمد علي 5471، تفضل يا فارس. فارس محمد علي 5471، تفضل يا فارس. علي عبد الرحمن 5654، علي عبد الرحمن 5654. وينك يا علي؟ علي عبد الرحمن تفضل. فارس محمد علي وعلي عبد الرحمن، تفضل يا زميلي شيرين عشان الوقت. ايضا نسحب اسماء، الاسم الاول عبير ابراهيم من مصر، كوبون رقم 5564. عبير ابراهيم موجوده؟ موجوده عبير؟ طيب تفضل يا عبير. نسحب اسم واحد ولا اسمين؟ اسمين اسمين بعد. تفضل يا عبير. في الجنب لو سمحت. رشوان
من الشارقة كوبون رقم 5436. دعاء رشوان موجودة؟ دعاء رشوان موجودة؟ طيب تفضل. طيب نطلب الآن من الزملاء إبراهيم الهاشمي مسؤول العلاقات الإنتاجية والبرامجية أيضا، والأستاذ عبد الله بن ناصر الذهلي معد برنامج الصوغة، والأستاذ طارق السيد مدير إنتاج البرنامج. تفضل، تفضلوا حياكم الله. مرحبا أخوي إبراهيم. هلا هلا أخوي طارق بن ناصر، السلام عليك، كيف الحال؟ حياكم الله. والأخوات وصلن؟ وصلن. جوائزهم، إيش جوائزهم؟ خبرونا عن الجوائز. أول شيء نبدأ، كل عام وانتم بخير شباب كلكم والجماهير الطيبة ويعطيكم العافية. الجوائز هي عبارة عن 500 من صحارى، 500 درهم كاش من تلفزيون الشارجة، وإلكترونيات بقيمة 1000 درهم، وجمعية 500 درهم. ما شاء الله، وايد وايد بعد فيه. يستاهلون يستاهلون. إبراهيم نقم منك كلمة، اليوم آخر يوم، قرب الميكروفون بس. الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. نشكر جمهورنا الكريم اللي مشاركنا طول شهر رمضان، طبعاً هالوجوه دائماً كانت موجود عندنا، وإن شاء الله السنة الجاية تكون جوائز أكثر ومسابقات أكثر إن شاء الله بإذن الله تعالى. أخونا أبو ناصر معد البرنامج، حياك الله أستاذ علي، صاحب الطلعات والفقرات الحلوة في برنامجنا، يعطيك العافية. أول شيء نقول للجميع كل عام وأنتم بخير، وبهذه المناسبة نهني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وإلى سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس حاكم الشارقة، وعلى الشعب الإماراتي والعربي والإسلامي بهذه المناسبة. وشكراً لتلفزيون الشارقة على هذه الفرصة السانحة، شكراً لكافة أيضاً الزملاء اللي عملنا بفريق الفريق الواحد، شكراً لعلي، شكراً لشيرين، شكرا لكل من ساهم معنا لإنجاح هذا البرنامج. بارك الله فيك، مشكور يا أبو ناصر، شكرا. طبعا عدد الأخوة، شكرا للمخرجين محمد البحراني وماجد شومان، ويعطيهم العافية، ولكل الفنيين يعني الله يبارك على التقصير. بارك الله فيك، ما منك قصور يا أبو ناصر، عددهم كبير صراحة اللي اشتغلوا ويانا في الفيديو والإضاءة والصوت والهندسة والإنتاج والمصورين والمخرجين، عدد كبير، الله يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله ما قصروا. ونحن قلنا يعني تعب فريق العمل يهون لإرضاء الأخوة الجمهور وكذلك المشاهدين الكرام. طبعاً الأخوة والأخوات اللي بتستلمون جوائزكم إن شاء الله في نهاية البرنامج، تفضلوا. شكراً لكم، شكراً. أكيد طبعاً أنا بقول اليوم المخرج معنا، بس خليكم هنا قريب، ها لا تروحون خلف خلكم هذه اليوم على فكرة، يعني عشان تعرفون اليوم البحراني موجود معنا، المخرج البرنامج اللي كان موجود معنا في بداية 15 حلقة، بعد كذا طبعا صار معنا مخرج رائع جديد الأستاذ محمد، كمان كل التحية له. ونشكر قناة الشارقة أيضا أنها أتاحت الفرصة لنا في تقديم هذا البرنامج والعمل عليه، وأكيد نبغى البحراني يجي. طبعا هو في كان خلف الكواليس، وكان ودنا والله بعد بالمخرج أستاذ محمد أنه يكون موجود معنا الآن. كل عام وانت بخير. هذا زميلنا واحد موجود، المخرج طبعا الثاني تحت ما يصير يكون ويانا، يعني هذا هو. كل عام وانتم بخير شباب، يعيد عليكم بالصحه، وشكر خاص للكل شاركوا، احنا كلتنا فريق عمل كامل، ما يكتمل العمل الا بجهود كل الطيبين، اشكرهم مره ثانيه من كل قلبي. مشكور مشكور، شكرا استاذ محمد. طبعا وصلنا الى الختام، في النهايه كلمه حب وتقدير لكل من شرفنا وشارك معنا في هذا البرنامج، لجمهورنا الكبير أولاً هنا في مركز صحارى، وثانياً لمشاهدينا أيضاً اللي تواصلوا معنا طيلة شهر رمضان المبارك وفي أيام العيد الثلاثة، شكراً لكم. والكلمة الأخيرة أيضاً مع زميلتي شيرين رفاعي، تفضل شيرين. شكراً زميل علي. إذن مشاهدينا الكرام، هذه آخر حلقة من حلقات برنامج الصوغة، كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة، والشكر لكم أيضا موصول إنكم كنتوا معنا في برنامج الصوغة على مدى 33 حلقة. نشوفكم بإذن الله العام القادم، مع السلامة.